أزواج الصغلى مراسلة الصغلى اليوم مع عمر الدنيا عاد سكات زيان هاد اليومين كانت دعوة خاوي يوم ميسا اليوم تبارك الله الدنيا شنا كتشوف الدنيا عامرة طرقونا السوق خلونا ترزق الله اليوم كانت دعوة مزيرة ما كنخدموش يجريو علينا ولكن اليوم الحمد لله شنا كتشوف هذا كيبيعوا السوق داخل 80 درهم حنا كنبيعوها ب 50 درهم تعاونوا مع الدراوش تعاونوا مع الشعب الشعب تعاون معنا وحنا كنقوزوا العواش طواجن في العشية ولا الفطور دراهم مع بعض عطيتنا مجموعين وهذا كتمشي أجواء رمضان ضخمة ولا مراسلة رمضان كيكوز بخير وعلى خير. الاجواء الحمد لله خير ديال هذا العام هذا ماشي بحال عام الاول، عام الاول يعني الايامات ديال كورونا كانت دازت قصحة شويه فهمت، هذا العام هذا الحمد لله الايامات عاد تحركت صراحه، في السوق اصلا كتشوف يعني هذا الشيء هذا اللي كاين دابا الجوقه وهذه الايامات عاد تحركت هذه، ايوا الحمد لله والعواش مبروك اخي ديالي. الصراحه احنا فرحانين جدا بهذا اللي خرجنا من هذا الوباء هذا، الحمد لله تبدل كل شيء. تينا كتشوف اسواق عامره اي محل خوتي يقولوا كتجبروا عامر كنتمنوا ان شاء الله يبقاو دائما هيدا اسمينا جد مناسبه للجامع حتى حاجه ما تبدلت كاين العربي تينا كتشوف كاين السعوديه جميع الانواع الحمد لله كتبدا من 200 درهم 100 درهم 150 درهم وتينا طالع لا حسب